كانت هامة جدا ايضا، زي ما احنا عارفين طبعا في هذه اللحظات في مباراة منتخب مصر امام نيجيريا في ضمن مباريات الاستعدادية. خلاص يعني المنتخب خلص التصفيات بمباراة النيجر وتعادلنا هناك 1-1، لكن المباراة دي هتكون مهمة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مستر اجيري، هذا المدير الفني المكسيكي المبشر اعتقد، يعني الراجل بيلعب بطريقه هجوميه جيده جدا وطريقه متوازنه كمان ممكن يستفاد منها المنتخب المصري سواء من حيث النتائج او من حيث الاداء، لكن هي مباراه بيجرب فيها بعض العناصر اللي ممكن يحتاج لها في القائمه النهائيه اللي هتشارك في بطوله الامم الافريقيه. ايا كان مين اللي هيكون متواجد، المهم جدا 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 ان المنتخب يقدر يفوز بهذه البطوله الغائبه كمان بالنسبه لمنتخب مصر، و بقى مطلب رئيسي وضروري جدا بالنسبة للجماهير المصرية، خصوصا المباراة هتقام أو البطولة بشكل عام هتقام على الملاعب المصرية بعد تنظيم منتخب مصر لهذه البطولة الكبيرة جدا، فأكيد نتمنى لهم كل التوفيق. بالمناسبة كمان كان في مباراة للمنتخب الأولمبي واللي أيضا بيستعد للتصفيات الأفريقية أو البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد 2020، وهذه الأولمبياد الهامة جدا وبالتالي عندنا فرص كبيرة أيضا، وخصوصا أنت تمتلك جيل مميز جدا من اللاعبين. النهارده كان عندهم مباراة مع منتخب هولندا، للأسف خسروا 1-0، لكن مباراة واحتكاك كان قوي جدا بالنسبة للمنتخب الأولمبي في هذه المرحلة. احنا عارفين المنتخب الاولمبي بيضم عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي بالمناسبه يعني، واللي بيقدموا مستويات جيده جدا ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دور كبير خلال الفتره اللي جايه مع الفريق. طيب دي كانت بعض الاخبار المهمه جدا، خليني اقول لكم